صراحة محافظة المهرس مؤامرة كبيرة بإسقاطها واتباعا لإسقاط إسقاط المحافظات التي قبلها سقطرة وأيضا عدن وجزء من أبين. ولكن صمود السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية والعسكرية مسنودة بالقبائل هذا نجاح أي مؤامرة في الوقت الحالي، ولا في ثبات الشرفاء من كل مواقعهم سواء كانوا في القبائل أو في السلطة أو في الأجهزة الأمنية والعسكرية. إجراءات وتجيات رئيس الجمهورية واضحة وصريحة بأنه لن يفرط في سقوط محافظة المهرة، وأيضا نحن في محافظة المهرة لن نسمح أن تكون المهرة ساحة صراع أو تكون المهرة ورقة ضغط سياسية على الرئيس لتمرير اتفاقيات دخيلة على اتفاق الرياض أو ما شابه من ذلك.